طيب هنروح للانترو بتاعنا النهارده، هنتكلم عن حاجه الحقيقه بسطتنا كلنا النهارده، حصلت في ظل طبعا اهتمام الدوله المصريه برعايه ابطالنا من ذوي الهمم، وايضا في ظل سياسه النادي الاهلي ومجلس ادارته بقياده الكابتن محمود الخطيب في رعايه الابطال من ذوي الهمم ابطالنا طبعا. النهارده فريق الكاراتيه او منتخب مصر للكاراتيه لذوي الهمم استطاع انه يفوز بالمركز الاول على مستوى العالم، لقب ببطل العالم في بطوله العالم التي تجرى الان او يعني احداثها بتحصل دلوقتي او خلصت منذ قليل في دبي. جه بعدينا مين؟ جه بعدينا اليابان، جه بعدينا انا اسف جيت بعدينا اسبانيا من ذوي الهمم اسبانيا. مصر خدت 8 ميداليات، اسبانيا خدت 5 ميداليات، ويشرفنا ويشرف طبعا النادي الاهلي كله ان يكون بنتنا بنت النادي الاهلي سلمى علاء احد ممثلين مصر في هذا المنتخب اللي فاز ببطوله العالم. سلمى علاء بيرعاها النادي الاهلي ويرعى الكثيرين من ذوي الهمم، اللي الحقيقه ده يجي زي ما قلت لحضراتكم في اطار دي طبعا صوره لعبتنا سلمى علاء اللي الحقيقه شرفتنا النهارده وشرفت مصر كلها، كانت احد اعضاء المنتخب او منتخب طبعا ذوي الهمم واللي فازوا بالمركز الاول. الحقيقه ما ينفعش ابدا نتجاهل او ننسى او ما نحطش الضوء على خبر زي ده، لان ده خبر يسعدنا كلنا احنا. يعني اكيد اكيد نظره الدوله اختلفت تماما ودعم الدوله ومن وراهم النادي الاهلي لابطالنا من ذوي الهمم. ولمزيد من التفاصيل هيكون معانا عبر الهاتف الكابتن العجمي محمد السعيد رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه بالنادي الاهلي عشان نعرف منه كيف كللت جهود سلمى بالفوز ببطوله العالم. اهلا بيك يا كابتن عجمي. اهلا بيك يا كابتن هيثم. كابتن بنبارك لك ونبارك اكيد لسلمى، انجاز جميل، انجاز يعني الحقيقه نسعد بيه كلنا كاهلاويه، ويبدو ان جيانا فاروق ليست يعني ان شاء الله مش هتبقى الاخيره في اللي شرفت النادي الاهلي في الكاراتيه. كلمنا عن استعداد سلمى، ازاي تم رعايتها داخل جدران النادي الاهلي؟ اولا سلمى اشتركت في بطوله العالم للكاراتيه في مدينه دبي في الكاتا، والحمد لله حققت مصر حققت اول عام على 70 دوله مشتركه في البطوله. ما شاء الله. اتفضل يا كابتن العجم، احنا مع حضرتك وسامعينك كويس يا كابتن، اتفضل. وسلمى علاء الدين بطله النادي الاهلي، دي رابع سنه لها تحصل على المركز الاول والميداليه الذهبيه، والمدير الفني للمنتخب كابتن محمد حمدي هو ايضا المدير الفني لفريق ذوي الهمم بالنادي الاهلي. عدد اولادنا 60 لاعب في جميع الفروع بمختلف الفئات حسب تصنيف الاتحاد الدولي. 60% من الاولاد محققين الحزام البني، وباقي الاولاد حاصلون على احزمه مختلفه. وحصول الاولاد في العديد من البطولات، بطوله القاهره 6 ذهب 4 فضه 3 برونز، بطوله الجمهوريه 4 ذهب 2 فضه 6 برونز، وده انجاز لجهاز ذوي الهمم. وان وصول لاعبين الى منتخب مصر وتمثيل مصر في المحافل الدولية فيرجع طبعا للكابتن المدير الفني لمنتخب مصر والنادي الأهلي دكتور محمد حمدي، والكابتن محمد حمدي يعتبر من الأبطال اللي حصلوا على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وسلمى أيضا حصلت على وسام الرياضة من الطبقة الأولى من السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي. وطبعا انا بنتهز هذه الفرصه وببارك لسلمى وعقبال اولادنا الاخرين، وبشكر النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لاهتمامه بهذه الفئه من اولاد اعضاء النادي، اولاد اعضاء النادي وليس من الخارج. طب كابتن عجبي حضرتك يعني عارف سلمى هترجع امتى ان شاء الله واعضاء الفريق، ولا ما عندكش معلومه يا كابتن عجبي؟ لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البعثه تعود يوم الثلاثاء القادم في المساء باذن الله. ان شاء الله، واكيد يعني انت هترتب لها اكيد احتفال جيد يا كابتن عجمي طبعا بهذا او احتفالا بهذا الانجاز الكبير. ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله تستضيفها عندك في برنامجك ونكرمها باذن الله زي ما كل سنه الكابتن محمود بيكرم اولاده. ده يشرفنا يا كابتن عجمي، وابطالنا دول من ذهب، دي حاجه تشرفنا. الكابتن عجبي محمد السعيد المدير الفني لذوي الاحتياجات الخاصه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، حاجه تفرح، حاجه جميله الحقيقه والله. يعني انا عايز اقول لكم ان يمكن ده هتبقى الحلقه ان شاء الله نستضيف معانا طبعا سلمى، وهتبقى من احسن الحلقات الحقيقه واقرب الحلقات الى قلبي، لانه الحقيقه الابطال دول اذا كان الابطال العاديين بيبذلوا مجهود فدول بيبذلوا مجهود مضاعف سواء هم او اسرهم. والحقيقه يعني انا مش عارف اقول ايه، يعني حاجه جميله جدا وحاجه تشرف وحاجه يعني ان شاء الله تفضل النادي الاهلي كده بيرعى الابطال وبيبقى ليه سياسه واضحه داعمه لسياسه الدوله المصريه.